ليس وليد لحظه واحده هذا عكفت عليه لجان قانونيه ودرسته مده سنه واربعه اشهر وهو ينقح وينظر بكل زواياه هل سيحدث بعض الضرر لمصالح موريتانيا ووحدتها ولحمتها واستقر الراي بأن يعطى كل موريتاني يتمكن من الحصول على الجنسية الإذن في ذلك أذنا مطلقا ولن يحتاج إلى تقديم ملفات ستكون المسألة بعد عرضها وموافقة البرلمان عليها ستكون أوتوماتيكيا لن يحتاج إلى أن يقدم طلبا